سيد المسيح كان بيتكلم عن نفسه وأنا علاقته بالله الأب. بسرعة كده هناخد ما هو إيمان كنيستنا عن طبيعة السيد المسيح، مش هنطول فيها كتير عليكم. هو إحنا نؤمن إن الكلمة هو موجود قبل كل الدهور. إنجيل يوحنا بيقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء. ربنا موجود منذ الأزل، ربنا موجود منذ الأزل، موجود آب وابن وروح قدس. ولما حب إنه يبدل البشر، أقنوم الكلمة تجسد وأخذ جسد أو أخذ طبيعة إنسانية كاملة من السيدة العذراء. ناخدها واحدة واحدة. الست العذراء كانت فتاة لم تتزوج ولم تعرف رجل، وجالها الملك قال لها الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، والمولود منك يدعى ابن الله. فكان بيعلمها وبيعلم البشرية ان هتولدي ابن عمانوئيل معنا، بس الولادة دي هتتم بحلول الروح القدس عليك. الروح القدس يحل عليك، يطهر طبيعتك عشان تقدري تحتملي نار اللاهوت اللي هتيجي وتتحد بطبيعة إنسانية جوه بطنك. فالسيد المسيح بلاهوته كالله الكلمة كان موجود منذ الأزل، من قبل تكوين الأكوان، منذ أن كان الله موجودا، الله الكلمة موجود منذ الأزل، ولكن أخذ طبيعة جسدية اتحد بيها. لما نقول صار جسدا يعني أخذ صورة إنسان كامل أو اتحد بإنسان كامل، مش إن هو تحول من إله إلى إنسان. فنحن نؤمن إن السيد المسيح هو الله الكلمة متحد بطبيعة إنسانية كاملة خدها من الست العذراء. بعد الاتحاد بقى طبيعة واحدة نسميها طبيعة الله المتجسد، تمام؟ والسيد المسيح لما كان يجي يتكلم عن نفسه كإنسان، يتكلم عن نفسه بكل ما يثبت ان هو إله. لما يقول ابن الإنسان هو رب السبت أيضا، ابن الإنسان له سلطان على ذاته، مفيش حد يقدر يموت نفسه ويحيي نفسه. ابن الإنسان له سلطان أن يضع ذاته من نفسه ويأخذها من نفسه. ابن الإنسان يعرف مشيئة الله، ويتكلم عن نفسه أنه ابن الإنسان هو واحد مع الآب، أنا في الآب والآب فيه. فلما كان يتكلم عن نفسه كابن إنسان كان ينفي عن نفسه طبيعته الإلهية. لما كان قدام الناس كإنسان كان ممكن يصوم زي البشر ويجوع، ويجي الشيطان يتقدم له، بس هو ما الشيطان ما يقدرش ينتصر عليه. وفي هذه الطبيعة الإنسانية الكاملة يقدر يمشي فوق المية، يقدر يسكت الرياح، يقدر ينتهر الشياطين. هو إله متحد بإنسان، أصبح طبيعة واحدة جديدة، هو الله المتجسد. لا اللاهوت أذاب الطبيعة الإنسانية واختفت، ولا الناسوت حد الطبيعة الإلهية، لأنه هو إله كان متحد بالناسوت، كان ليه سلطان على الشياطين، وليه سلطان على الأمراض، وليه سلطان يقدر يعمل كل عاوزه. فالناسوت محدش ممنعش الإله أن يتصرف كإله، تمام؟ ولا الإله خلى الطبيعة الإنسانية ديت ما يجوعش، ما يعطشش، ما يتألمش. على الصليب قال أنا عطشان، ولما صام الأربعين يوم قال جاع أخيرا. فلا اللاهوت أبطل طبيعة الناسوت، ولا الناسوت أبطل طبيعة اللاهوت.
طب ليه؟ عشان يظل هو الإله اللي يفدي البشرية، وفي نفس الوقت هو بالطبيعة الجسدية يموت كإنسان عن خطايا البشر كله، فيبقى يتمم العدل الإلهي ويتمم الفداء اللي كلنا كل مترجين كده. كفاية عليكم كده، مش عاوز اطول عليكم عشان في ظرف لازم انا امشي واسيبكم، انما حبيت بس اعلق على انجيل النهارده. ربنا المجد الدائم الى الابد امين. اجعلنا يا رب مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد بدنا. امضوا بسلام وسلم ربنا على جميعكم.
مش معنى الزعمة.